بالنسبة لأخبار المحافظات ففي أخبار كتير الحقيقة شهدتها محافظات مصر. خلينا نبدأ من مطروح واللي أعلن توفير 326 فرصة عمل لأبناء مطروح في المشروع القومي للطاقة السلمية. في بورسعيد كمان تم تدشين ماراثون بمشاركة 300 طالب وطالبة ضمن بداية جديدة. في سوهاج تم تجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ب 71 مليون جنيه. أما في دمياط فقد تقرر النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي. أخبار كتير شهدتها المحافظات. محافظة مطروح أعلنت توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، وتم توفير 326 فرصة عمل خلال شهر سبتمبر الماضي للشباب من أبناء مطروح والوافدين الراغبين في العمل من العمالة الفنية، وده من خلال تعيين فعلي مؤقت بالشركات العاملة بالمشروع القومي للطاقة السلمية بمحطة الضبعة النووية. شهدت محافظة بورسعيد مشاركة 300 طالب وطالبة في ماراثون ضمن فعاليات مبادرة عام الأخلاق اللي بتأتي ضمن سلسلة فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. انطلق الماراثون من أمام مسجد السلام بنطاق حي الشرق مروراً بشارع عاطف السادات ووصولاً لقرية مرحبة السياحية بمشاركة الطلاب من مختلف المراحل التعليمية يحملون لافتات للشعارات والأقوال المأثورة الأخلاقية. في سوهاج أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه بيجري تنفيذ أعمال إحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب وشبكات انحدار الصرف الصحي للمناطق المحرومة بمراكز المنشأة وأخميم وجهينة وسوهاج بقيمة 71 مليون جنيه، وده ضمن الخطة الاستثمارية ببرنامج التنمية المحلية للعام المالي 2024-2025. قررت محافظة دمياط النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي لمدة شهر من مواليد 2 أكتوبر 2018 حتى أول نوفمبر 2018 تلبية لرغبات أولياء الأمور، وجاء هذا القرار استجابة لرغبات أولياء الأمور في إلحاق أبنائهم بالتعليم الإلزامي للعام الدراسي الحالي. أعلنت شركة مياه الإسكندرية عن تحقيق الشركة للمستوى الأول في تقييم أداء سلامة ومأمونية المياه للعام المالي 2023-2024. جاء هذا التقييم من الإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه والصرف بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللي أشادت بجهود الشركة في ضمان جودة مياه الشرب وتطبيق أعلى معايير السلامة. أكدت محافظة الغربية أن أعمال التشطيبات الداخلية وأعمال الموقع العام والسور بموقع العمارات السكنية في قرية ميت الحارون التابعة لمركز زفتة اللي بيتم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة وصلت بنسبة تنفيذ بلغت 91%، وبتشمل مشروعات العمارات السكنية سكن كريم ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز زفتة مشروعين هيتم الإعلان عن آلية التقدم لهذه الوحدات وفق شروط محددة بعد الانتهاء من استلام العمارات. أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة أنه هيتم فصل التيار الكهربائي بدءاً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً مع تأثر عدد من الأماكن بنطاق حي غرب المنصورة في أماكن متفرقة وتوقيتات مختلفة، وده لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقاً لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين. شهدت محافظة المنوفية بدء المعاينات اللازمة لبدء تخصيص قطعة أرض في مدينة الباجور لإنشاء مجمع خدمات أمنية على مساحة 1400 متر تسهيلاً على المواطنين في المدينة والقرى المجاورة، وده تمهيداً لإنشاء المجمع اللي بيشمل جوازات السفر وتصريح العمل والأحوال المدنية. شهدت محافظة كفر الشيخ انطلاق فعاليات مبادرة أحسن صاحب لدعم ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم ودمجهم في المجتمع بمشاركة وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، وانطلقت المبادرة من خلال ماراثون للجري والدراجات من أمام البوابة الرئيسية لجامعة كفر الشيخ مروراً بالكليات حتى بوابة مستشفى كفر الشيخ الجامعي ثم العودة، كما تم عمل مسابقات رياضية وتوزيع هدايا على الفائزين من المتسابقين.